اوكي انا رح نام. جود نايت. ليكي يا لبنى خليل خليل، حرمتيني من شوفتك سنين من ورا هيدا الحيوان اللي اسمه جاد. ماما ولا كلمه. وقت اللي انا بحكي انت بتسكتي وبتتسمعي. بدك تتغنجي، بدك تعملي اللي بدك اياه، بدك تتصرفي مثل اميره، ما عندي مشكله، بس انك تفكري 1% انه ترجعي هيدا الشيء اللي اسمه جاد على حياتك وتوجعي قلبك وتوجعي لقلبي. إيه لا، مستحيل اني اقبل بهالشيء. سمعتي ماما؟ انا رح ضل معه لجد، هو معه حق. كفي زعل بهالبيت، بكفي بقى زعل. ما شفتيني كيف كنت منهاره وقت اللي بيك ترك البيت؟ زعلني او ما زعلني، ظهر علي او ما ظهر علي، وين المشكلة يعني؟ أنا ما بقى قادرة أتحمل واحد منكم يختفي منهم. إيه بس بابا ما خصه بشي. لولو، تنسي شخص اسمه جاد. ماما أنا كبرت ماني صغيرة، بحق لي أنا أختار مين حب على القليلة، أوكي؟ خلصنا خلصنا. الو وي مسيو ربيع، سافا تو فا بيان؟ باردون، جو فوز ان بري، ميرسي ا فو. بون سواري. الو. Ah bonsoir madame. Comment pourrais-je vous aider? Tarte? Ah, madame, je comprends le français, ça va. Ah, merci. Merci à vous. Au revoir, bonne soirée. Pas ailleurs. ما في لزوم، أنا مش رح روح. مبلا، جمعة الماضي قلنا إنه بدك تروح. قلت لك ما في لزوم، أنا ما بقى عندي شيء مياه. كيف ما عندك شيء؟ عندك كل شيء. بدي لك قديش أنا محضرة وجايبة عدة فساتين. ما بدي بين أحلى بنت بالسهرة بين البنات؟ مش أنا خطيبته لأستاذ عماد؟ مش هيك قلت له؟ شو اللي عم بيصير مياه؟ ماشي، خلينا نركز هلا. مياه لازم نحكي. بلا ما نحكي بصير بدنا نخرب كل شيء، خلينا نركز على الشغل وبس. شو عم جربي تعملي؟ ما عم جرب اعمل شيء. عن جد سوري، ما بعرف شو صاير لي هالفترة، بس صايرة كثير مهووسة وعم فكر بقصص ما لها طعمة وما بعرف شو عم بحكي.